السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في الدرس الثالث من دروس المحاضرة الثالثة، ولازلنا مع التحديات التي تواجه معلمي العربية للناطقين بغيرها. هذا التحدي هو تحدي خاص من نوعه، ومهم جدا جدا جدا، ربما هو أهم التحديات التي تواجه المؤسسات والمعلمين على الإطلاق، وهو أزمة الفهم عند الطلاب الأجانب، أزمة الفهم عند الطلاب الأجانب. طبعا نحن نعرف أن الطالب الأجنبي جاء وهو لا يفهم شيء عن العربية وليست لديه خلفية، هذا هو الأصل. نعم، أحيانا يأتي الطالب ولديه خلفية كبيرة باعتباره جاء من دولة إسلامية يدرس اللغة العربية في مدارس أو في الكتاتيب إلى آخره، لكن الأصل عندي أن الطالب جاء صفر، لا يعرف شيئا عن اللغة العربية. الإشكالات التي تقع لو المجموعة فيها 20 يرسب 5 أو 7 أو 10، لو رسب في المجموعة الواحدة، لو رسب في المجموعة الواحدة من 20 طالب أكثر من 3، فهناك خلل، هناك خلل كبير جدا، أكثر من 3 سواء من الطلاب الذكور أو من الإناث من جميع الجنسيات، أكثر من 3 يرسبون من 20 طالب، هناك خلل إما في المعلم وإما في المؤسسة وإما في الطالب، فيجب أن يكون هناك إحصائية كبيرة لدى المؤسسة ولدى المعلم عن جميع الطلاب. طيب، ما هي هذه الأزمة؟ في النهاية ينتهي الطالب الرسوب ويعيد الايه؟ يعيد المستوى مرة أخرى ثم يدخل الامتحان وإلى آخره. ليست هناك أي تقدمات بالنسبة للطالب، سواء على المستوى التحدث أو مستوى الفهم أو مستوى القراءة أو مستوى الكتابة إلى آخره. هناك إشكال كبير جدا متعلق بالمؤسسة وإشكال آخر متعلق بالمعلم. دعوني أقول لكم من واقع التجربة، ليس هناك أبدا على الإطلاق شخص لا يفهم، يعني شخص أقبل وسجل لديك في مؤسسة ولا يفهم، هذا غير موجود أبدا. لكن هناك أشياء أخرى، اعتبارات أخرى، وهي ماذا؟ أقول الإشكال الخاص بالمؤسسة الأول. الإشكال الخاص بالمؤسسة هو عدم اختيار المناهج المناسبة لدى الطلاب. المؤسسة لديها منهج وبرنامج تعمل عليه، ويأتي الطلاب يدرسون خلال، ما هي الإشكالية؟ لا إشكال، لكن لابد لك أنت كصاحب مؤسسة أو مركز أو مدرسة أو حتى شخص يعني مسؤول عن عدد كبير من الطلاب، أن تفرق بين شيئين. الطالب الذي جاء للدراسة أو لدراسة اللغة العربية ليتواصل فقط، والطالب الذي جاء لدراسة اللغة العربية لأجل دق باب المعارف كما ذكرنا. يريد أن ينفتح على الكتب، يريد أن يقرأ، يريد أن يطلع، يريد أن يكتب، يريد أن يترجم. بلا شك هذا طالب معروف وهدفه نبيل جدا. والطالب الأول له أشياءه الخاصة والطالب الثاني له أشياءه الخاصة، يعني هذا له برنامج خاص وهذا له برنامج خاص. عندما يأتيني الطلاب جميعا وليس لدى المركز أو ليس لدي أنا كمعلم إلا منهج واحد أو برنامج واحد، فبالتأكيد سأخلط بين الطلاب، أجمع هذا مع ذاك، وهذا في هدفه أنه بعد سنة واحدة يريد أن ينتهي، والآخر صبور ويسأل كثيرا في أثناء الدرس ويصبر عادي بالنسبة له، اشرح مرة مرتين، وسع له في المسألة، لا يوجد إشكالات، لكن الآخر لا يتحمل، يمل بسرعة شديدة، يريد معلومة ليس عليها أي قشر. طيب، هل المنهج يؤثر؟ نعم، المنهج للطالب التواصلي الذي هو أراد فقط أن يتواصل باللغة العربية هو منهج لا يتحدى سنة، يعني سنة واحدة خلاص أنا أنتج طالب، ليس أقل من سنة. الذي يقول أقل من سنة إذا هناك أشياء أخرى، يعني خلاص أخرج طالبا ليس له ذراع وليس له رجل، وطالب يعيش، نعم يتعايش ويتكلم جيد، لكن نحن نتكلم في الواقع العملي وتخريج طالب جيد. سنة واحدة تخرج طالب تواصلي، يستطيع أن يتواصل، لكن تبقى لديه إشكالات، لن يقرأ الجرائد، لن يستمع إلى نشرات الأخبار، لن يفتح كتاب ويقرأ، لن يجلس في درس
ويستمع إلى المحاضر بشكل جيد، هناك إشكالات تبقى لديه. هذا البرنامج القصير جدا المعد لهذا الطالب، عندما أدرسه للطالب المطول الذي يريد أن ينتقل إلى باب المعارف والكتب فيما بعد، يحدث خلل كبير جدا. والعكس، يعني هذا التواصل عندما يدرس المنهج الطويل الذي هو مثلا أكثر من سنتين أو سنتين، يحدث لديه ربكة، وتحدث لديه إشكالات كبيرة وملل، وربما لا يفهم جيد، لأن المنهج تفصيلي، منهج تفصيلي، فيه تفصيل، جزيئات اللغة موجودة فيه. على العكس، الآخر تحدث لديه ركاكة عندما يتناول المنهج القصير، ركاكة لغوية وعدم فهم، عدم ترتيب، عدم منطقية للغة. جيد؟ طيب، هذا الشيء المتعلق بالمنهج لدى المؤسسة. لابد أن يكون للمؤسسة أو للمدرس اقتراحات، لابد له أن يكون أكثر من برنامج لديه، أكثر من منهج لديه، كذلك أيضا أن يعرف دوافع تسجيل الطلاب لدى المؤسسة أو تواجد الطلاب في هذا المكان التعليمي. فهناك دافع سياسي، طبعا أنا أعرف مباشرة أن هذا المنهج يليق لهذا الطالب الذي جاء لأغراض سياسية معينة، كأن يدرس مثلا بعض الأشياء المتعلقة بالسياسة، أو أنه مثلا يعمل في سفارة معينة أو إلى آخره. كذلك هناك طابع أو دافع ديني، جاء ليدرس كتب التراث وإلى آخره، فعندما أعطيه كتابا صغيرا أو منهجا صغيرا وأفتح له بعد ذلك كتب التراث ليقرأ فيها، من الصعب جدا، هو سيتناول مصطلحات كبيرة. لابد أن يدرس منهجا قويا، فيه قصص تراثية، فيه موضوعات أدبية، فيه شعر، فيه نثر، فيه بلاغة إلى آخره. هو جاء ليفعل، ليدرس هذا. هناك سبب نفسي، أراد أن يكون متواجدا في المركز مع الطلاب كما يتواجدون حتى يشبع رغبة عنده، لكنه طوال اليوم موجود على الواتساب وموجود على الفيسبوك، لا يذاكر ولا يدرس، هو ليست لديه رغبة. وأنا أنصح المؤسسات والمدرسين لا يقبلوا هذا الطالب. لا أقول بأنهم يعني يرفضونه رفضا كليا، لا، يعني بعد محاولات لا تقبل هذا الطالب لأنه يسبب لك إشكالات. كذلك أيضا هناك دافع اجتماعي، يريد أن يتعلم اللغة العربية ليصير شيئا في بلده، وذكرنا ذلك في المحاضرات السابقة في المراحل التاريخية المختلفة. طيب، هذا ما يتعلق بالمؤسسة من قبيل اختيار البرنامج وفرضه على الطلاب. نعم، لك أن تفرض البرنامج، لكن أن يكون برنامجا، يعني أنت تسأل الطالب هل تدرس للتواصل أو تدرس لهدف معين، تلتحق بكلية معينة. فلا يمكن أبدا أن يدرس سنة واحدة ثم أقول له تفضل التحق بإحدى كليات الأزهر الشريف أو التحق بإحدى كليات الجامعة الإسلامية أو إلى آخره، صعب جدا. الإشكال المتعلق بالمعلم، وهو الأهم والمهم جدا في هذا الباب، هو أن المعلم لابد أن يتعامل بعقلية الطالب لا بعقلية المعلم. جيد؟ لا يتعامل بعقلية المعلم، يتعامل بعقلية الطالب. ما معنى هذا الكلام؟ أنا كمعلم أشرح المسألة في اليوم مثلا مرة ومرتين وثلاثة وعشرة إلى آخره، لكن وأمل، فعندما أشرحها في الدرس الثاني أو الثالث لا كما تكون في الدرس الأول، وكأنني يعني حدث نوع من الملل، وكأنني أيضا أقول للطالب ها خلاص فهمت، وهو ليس هو الطالب الذي كان معك في الصباح، هو طالب جديد. فمع تكرار المسائل لدى المعلم يظن أن الطالب الذي أمامه هنا الآن خلاص هذه مسألة معروفة، فلا يريد أن يطيل الشرح ولا يفصل فيها، ومن هنا يحدث الخلل. لا، تعامل وكأنك تتعامل مع طفل في اللغة لا يعرف شيئا، كل التفاصيل الدقيقة البسيطة جدا وضحها له، فوضح له ألف باء، والفرق بين الألف والهمزة، هو الفرق بين نطق الهمزة والهاء، جيد، والحاء والهاء، هذه إشكالات ستواجهك فيما بعد. نعم، في كل مسائل اللغة العربية وضحها له بشكل بسيط جدا، لا تقول خلاص أنا يعني هذه مسائل معروفة وأنا أستحي أن أقولها، والمدرسون يعني عندما يسمعونني فسيقول، لا، مهارتك في هذا
المهارة التي تكمن لديك في هذا الموضوع، وهي أن تراعي بالفعل عقلية الطالب لا عقليتك أنت. في الحلقة القادمة أتم هذا التحدي إن شاء الله تعالى. إلى هذا الحين أستودعكم الله سبحانه وتعالى، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.